منزل خليل وزيتش يتعرض للسرقة أمس، واللصوص استولوا على مجوهرات وأموال وساعات قدرت قيمتها ب 88 مليون. تابعوا التفاصيل. تعرض منزل مدرب المنتخب المغربي السابق البوسني وحيد خليلوزيتش للسرقة في فرنسا بحسب ما أكد مصدر في الشرطة الفرنسية الاثنين لوكالة فرانس بريس. وقال المصدر أن اللصوص اقتحموا بعد ظهر الأحد نافذة في الجزء الخلفي من البيت الواقع في إيفلين، ثم استولوا على الخزنة التي كانت تحتوي على نقود ومجوهرات وساعات فاخرة، وفيما تقدر المسروقات بنحو 80,000 يورو. فتحت الشرطة القضائية تحقيقا بالسرقة التي اكتشفت في نهاية هذا اليوم، وأقيل خليلوزيتش من منصبه مدربا للمنتخب المغربي في أغسطس الماضي بعدما قاده إلى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر. درب خليلوزيتش سابقا باريس سان جيرمان وليل ورين ونانت في فرنسا ومنتخبات الجزائر وساحل العاج واليابان.